انتظرونا الجمعة مع النجمة الكبيرة أمال فريد. لكن دي مش إنسانية، شايفني قدامك حغرق مش قادر تنجيني، مش عاوز تخلصني. تأكد يا سامي أن من مصلحتك أنك تبعد عنه وتجوز الشخص اللي اختاره لك أهلك. في أول ظهور لها مع دكتور عمرو الليثي في واحد من الناس. لقيت خبر أن عبد الحليم بيحب أمال فريد، الخبر ده صحيح؟ كان بيخاف علي أكثر من نفسه. يعني عبد الحليم ما زعلش لما اشتغلتي مع فريد؟ مش هو السبب. أما مين السبب؟ مرحبا. واحد من الناس، الجمعة الساعة 10 مساء على الحياة.